وصراحة حنايا في هذا الامتحان حسينا بواحد الحقرة، حسينا أننا تظلمنا بزاف. عمر عيني سن 34 سنة، حاصل على الإجازة من جامعة القاضي عياض بمراكش، الآن كنمارس المهنة ديال التجارة هنا بمدينة الرباط بعدما لم توفق في الولوج إلى الوظيفة العمومية. المهم اللي بغيت نهضر عليه اليوم هو المهزلة الأخيرة، يعني اللي طرات في الامتحان ديال الولوج إلى مهنة المحاماة اللي تجرى في 4 ديسمبر 2022. يعني كل المغاربة شافوا يعني الظروف اللي مر من هذا الامتحان، اللي صراحة أقل ما يمكن الآن فعله هو إلغاء هذا الامتحان باش نرجع المصداقية لوزارة العدل. وصراحة حنايا في هذا الامتحان حسينا بواحد الحقرة، حسينا أننا تظلمنا بزاف، حيت أنا هادي دابا المرة الثانية باش تندوزو. المرة الأولى ما توفقت، ولكن هاد المرة الثانية يعني مشيت اجتهدت خدمت، وكان عندي يعني بزاف ديال الآمال وبزاف ديال الطموح أنني غادي ندخل في هاد المرة الثانية، ولكن للأسف امتحان يعني كارثة. وما زال نهضر لكم شوية يعني على الظروف اللي داز فيها، يعني من غير من انطلاقا من الدخلة ديالنا كان الامتحان مبرمج باش يبدا مع ديك تسعود، وما بداش حتى 11 وتسرب الامتحان. كنا حنا معولين باش ندوزو امتحان وصدقنا في مباراة، يعني الامتحان يعني اللي جاب المادة 6 تقول لك انه اللي جاب 120 نقطة في الامتحانين الكتابي والشفوي تعتبر ناجح، واذا به الوزير تيقول لك راه غير 800 اللي نجحوا، وانا تدخلت يعني بالتصريح ديالو هو قال لك انا تدخلت باش حتى 2081 يعني منصب. حنا كما قلت يعني الامتحان يعني اللي شابته مجموعه من الخروقات، وخصوصا يعني اول مره كيتسحبوا منا الاوراق ديال التسويت وبزاف ديال الخروقات في الامتحان والتاخير. وهادي واللي بغيت نختم به اننا كنثقوا في الملك ديالنا، كنثقوا في المؤسسات، وكنتمنوا انه يكون تدخل مستعجل من الملك يعني لجبر الضرر الذي لحق بالمترشحين، اللي صراحة أنا واحد منهم كان الحلم ديالنا كبير أننا ندخلوا لهذه المهنة، يعني أننا ندافعوا على ولاد الشعب، لأنه ما كيحسبوا للشعب غير ولد الشعب بحاله.